مساء الخير وحياكم الله. اليوم معنا العديد من الموضوعات وأيضا العديد من التقارير، لكن قبل أبدأ بحلقة الليلة بروح لأبرز عناوينها. العمل تحذر من فصل السعوديين تعسفيا ومن خلال ثغرة في المادة 77 وتتوعد المخالفين. والسمنة والتدخين والنمط الغذائي وضغوط الحياة تضع المملكة الرابعة عالميا في الإصابة بالسكري. ومكافحة المخدرات تؤكد 5% من طلاب الجامعات مدمنون و10% يدخنون. وبتشوفون أيضا معنا في حلقة الليلة طبيب سعودي يبتكر علاج لآلام الظهر والرقبة من الجلسة الأولى باستخدام أشعة الليزر. والشيف هاني زين يطلق مبادرة وطنية لترغيب الشباب والفتيات في مهنة الطهي. الراصد يخوض تجربة رياضة المشي الجبلي الهايكينج في جبال العمارية. حذرت وزارة العمل المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة في نظام العمل الجديد لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشآت اللي تثبت ممارستها عمليات فصل تعسفية ضد السعوديين، في مطالب عضو في مجلس الشورى وزارة العمل بإعادة النظر في المادة 77 من النظام الجديد. يعتبر تحقيق العدالة وإيجاد نقطة توازن بين مصالح طرفي عقد العمل هو الغاية التي تهدف إليها جميع الأنظمة العمالية في مختلف دول العالم. وقد يتعرض الموظف للكثير من الضغوطات في قطاع العمل، والتي من خلالها يجد نفسه أمام خيارين: إما الخضوع للضغوطات وتسلط بعض مديري قطاع العمل والذين قد يلجؤون إلى الفصل التعسفي، أو ربما مورست ضغوطات كبيرة لدفع الموظف إلى تقديم استقالته. وقد حذرت وزارة العمل مؤخراً المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة في نظام العمل الجديد لفصل الموظف السعودي، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي ثبتت ممارستها عمليات فصل تعسفية، وكذلك إعادة النظر في المادة 77 من النظام الجديد واعتبارها منحازة لجهة العمل على حساب الموظف السعودي. حياكم الله. أنا يعني مستغرب من المادة 77 اللي يعني قاعدة وزارة العمل تقول إن إحنا سنوقف الخدمات وسنعاقب الجهات اللي ما تتجاوب مع السعوديين، وهي أيضا هي من سنت هذا النظام، وكأنها تدافع عن صاحب العمل أمام الموظف السعودي. يعني أنا ودي أعرف كيف نعرف إنه هذا الفصل تعسفي أو غير تعسفي. ممكن أنا تجي براسي وأقول بفصلك ومو بتعسفي، ما عجبتني. من يدافع عن الموظف السعودي أو وزارة العمل؟ يعني وخصوصا إذا عرفنا إنه القضايا العمالية تأخذ بالأشهر وأحيانا بالسنوات. عشان كذا ينضم لي من مكة المكرمة عبد الكريم القاضي، محامي وعضو في عدة هيئات حكومية. أهلا أخوي عبد الكريم. أهلا وسهلا، يسعد مساكم ومساء الأخوة المشاهدين جميعا. يعطيك العافية. إذا سألنا الآن نفس التساؤل اللي أنا أقوله، كيف أنا أبدأ أعرف أن وزارة العمل بتدافع عني قدام الجهة اللي أنا متوظف فيها وهي اللي سنت النظام هذا وهي اللي حطت النظام ده؟ ما ورد بالنظام من هذه المادة 77 ينسف جهد لمر السنوات اللي هو نشاط السعودة أو السعودة التي كانت مشرعة في الأنظمة وكانت يعني حريصة الدولة عليها أن تكون
مشرع وأن تطبق في القطاع الخاص أسوة بما يكون في القطاعات الحكومة وأن يكون لها الضمانات والأمان الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص. لكن المادة القانونية الآن التي وجدت في نظام العمل نسفت هذا الجهد ونصت على أن هذا الأمر حق مشروع لصاحب المنشأة أن يكون له في أي وقت من الأوقات أو في لحظة من اللحظات له القرار أن يتخذ بحق السعودي قرار ينسف ضمان الأمان المعيشي والوظيفي والخدمات السنوية اللي ممكن يمر عليه سنة أو سنتين أو في أي يوم من الأيام ممكن يمر عليه فصل، وهذا يعني مخالف للمبدأ اللي يكون الأمان الوظيفي والمعيشي للموظف السعودي في القطاع الخاص. هذا اللي نتكلم عنه، أنه أنت قاعد الآن بدل ما أنت تخلي البيئة طيبة وبيئة نظيفة السعودي يعمل فيها وأيضا يتطور فيها، أنه ممكن أنا في أي لحظة ممكن أنهي العلاقة الوظيفية وكمان أشيل عنك مكافأة نهاية الخدمة، صح ولا لا؟ نعم نعم، هذا هو الأثر السلبي المترتب من المادة على الموظف السعودي في القطاع الخاص، أن لا يكون له أي ضمان أو أمان معيشي ووظيفي، وبالتالي في أي يوم من الأيام ممكن أن يجد نفسه خارج أسورة القطاع الخاص في عداد الباطلين الذين ليس لهم نشاط أو عمل، وفي عداد الذين لم يكن لهم بدلات أو خدمة وعوض له بنصف مرتب في سنة واحدة بنصف راتب شهر، وهذا يعني إجحاف وظلم كبير. طيب في حقه. نعم. إذا تكلمنا أنه وزارة العمل تقول بندافع عنكم يا الموظفين السعوديين، كيف ممكن الوزارة تدافع عن الموظف السعودي أمام الشركات اللي ممكن تظلمه؟ ما يوجد أي دفاع في هذه المثل هذا الكلام اللي أنا أقوله. نعم، أو في النظام الموجود الآن يعني حتى أطلق هاشتاق بهذه المادة وأطلق هاشتاقات بالنظام، يعني لا يوجد أي حماية للشخص، بالعكس يعني الحماية اللي موجودة الآن على الشركات ضد الفرد الموظف السعودي، فلا يوجد أي حماية إن كان حماية موجودة في هذا النظام اللي هو المتطلب تكون الآن موجودة للقطاعات الخاصة والشركات التي في غنى عن مثل هذه الحمايات وأصبحت لها السلطة في أول القرار وآخره ولها القرار الأول والآخر في أي فصل أو اتخاذ أي قرارات دون اللجوء أو اعتبارات أخرى تكون في هذا النظام أو في اللائحة التنفيذية. لذلك عيدت هذه المادة إلى مجلس الشورى للتأمل فيها، وصدر الأمر أو التوجيه القرار من وزارة العمل بإيقاف بتحذير أن يكون للسلطة المنشآت القطاعات الخاص أن يكون لها إيقاف أو فصل تعسفي إلى حين الفصل في هذه المادة وإغلاق هذه الثغرة. ما هو قاعدين، هذا هو المأمول أن يكون هذه الثغرة لا تكون إن كان ويكون من سلطة أو يعني يكون على ما كانت عليه المادة سابقا 78 بأن له الحق في إعادة للعمل، أما المادة الآن فليس له الحق في إعادة العمل وأصبح القرار للقطاع الخاص بالفصل في أي وقت من الأوقات دون الحق في المطالبة بالرجوع إلى العمل. ما هو بعض القطاعات أو الشركات نعم. قاعدة تحد سكاكينها من الآن يعني على بعض الموظفين اللي عندهم واللي يشعرون أنهم قاعدين يعني تعبونهم شوي لأنه سعودة وشغلة يعني عليهم، فقاعدين يعني ينتظرون أنه البت في هذا القرار عشان وزارة العمل قاعدة هي الدافع عنهم. أضف إلى وهذه كارثة ترى. أضف إلى ذلك أنهم الآن يقولون إحنا ما نخالف النظام وإحنا مع النظام ونعمل بموجبات النظام وليس فيه أي مخالفة، فاستغل التجار وأصبح القطاع الخاص ورؤوس المدراء العامين بأن هذه المادة هم يطبقون المادة واستعملوا صلاحياتها، وفي الواقع لو نجد أن الواقع في الواقع صحيح أنهم يطبقون المادة وليس فيه مخالفة، ولكن الخلل الذي ورد على المادة أو على النظام ورد من جهة تشريعية هو وزارة العمل. طيب فأصبح الخلل من هذه الجهة وليس من التجار أو من الجهات القطاعات الخاص. طيب وإن كان ما يبرراتهم صحيحة، وعشان بس نشرح المادة اللي ما عنده المادة هذه ومش عارفها، ومنحت المادة 77 من نظام العمل الجديد الحرية للشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها مقابل دفع راتب 15 يوم عن كل سنة عمل للموظف. يعني بيض الله وجيكم، قدمتوا خدمة مرة جليلة للموظف السعودي اللي قاعدين دافعون عنه. احنا اليوم ايضا او امس تكلمنا عن معدلات ارتفاع يعني تحويلات الاجانب، وانتم قاعدين الان تقولون لنا انه المادة 77 هذه افصل الموظف وعطى 15 يوم ومع السلامة. يعني عندك شيء ممكن تضيفه اخوي عبد الكريم؟ نعم، اقول عندك شيء ممكن تضيفه في الجانب هذا؟ اللي أحب أضيف أن يكون النظام التشريع الحكومي أو وزارة العمل في مصلحة الموظف والعمل السعودي في القطاع الخاص وأي كل المراكز التي تستحوذ أو تكون له النفوذ في هذه الشركات بما يضمن المصلحة للبلد وللتجارة بشكل نعم. عام. نعم صحيح. أخوي عبد الكريم القاضي المحامي وعضو في المحامي وعضو في عدة هيئات حكومية، شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا على هذه الإضاءات وال يعني التنوير على المادة الجميلة 77، شكرا لك.
مرض السكري يعتبر من أخطر الأمراض المنتشرة في هذا العصر، حيث يعتبر السبب الرئيسي في تعرض مريض السكري لعدد من الأمراض، منها ما قد يتسبب في قصور بعض الأعضاء وقد تصل إلى البتر، وعادة ما تحدث في القدم نظرا لضعف الإحساس فيها بسبب السكري اللي يؤخر عملية التئام الجروح اللي تتعرض لمضاعفات بسبب هذا الجرح مما ينتج عنه البتر لا سمح الله. قدر عدد المصابين بمرض السكري في السعودية بأكثر من 3.6 مليون شخص مصاب، والذي يعتبر مرض القدم السكرية من أهم الأمراض خطورة على المصابين بهذا المرض، والذي قد يصل إلى مرحلة البتر للقدم لا سمح الله. مرض السكري يعني مرض يعني خطير، بيأثر بشكل عام على المريض كل الأعضاء، من ضمنها طبعا واهم شيء فيها اللي هو الاوعيه الدمويه والاعصاب والاحاسيس. طبعا في القدم الموضوع يكون اخطر، لانه ممكن تؤدي في النهايه اذا ما اهمل القدم الى بتر، وهذه عمليه طبعا خطيره. النصائح اللي بنعطيها المريض السكري، اهم شيء طبعا يعني بينصحوا به زملائنا يعني في علاج السكر، هو المحافظه على معدل السكر في الدم، هذا عامل اساسي. الأمر الثاني طبعاً في العناية يعني بالقدم، هو من وقت إلى آخر الرجل ألا يمشي طبعاً يعني حافي القدمين، وخاصة في المنزل، لأن الحسيس في القدم تكون ضعيفة، فبالتالي هو عرضه لأي إصابات ولأي يعني تعوير. أي نوع من الملاحظات بيلاحظها يعني على قدمه مبكرة، مثل الخدوش أو الجروح الخفيفة، عليه أن نراجع فيها الطبيب للعناية المبكرة. السعودية سجلت أعلى نسبة في الشرق الأوسط، مما جعل عدد من الجهات تعمل على رفع الوعي بأهمية الوقاية من هذا المرض، وهذا ما قامت به جامعة الدمام ممثلة في مستشفى الملك فهد الجامعي من خلال حملة العناية بالقدم السكري. الاهتمام أتوقع ما هو من النشأ الصغير، الكبار بالسن، الكبار بالسن يبغى لهم اعتناية خاصة بهم من أهلهم، من اللي حواليهم، من هذا، بسبب أنه هذه الأمراض تتضاعف معهم مع الكبر. يمكن هو صغير ما يحس بأي شيء، أو بصغره أو بهذا ما يحس بأي شيء من أموره هذه، ولكن لما يصير كبير يكون خلاص استفحل المرض فيه، فمن كذا يكون لا عنده اعتناء فيها ولا هذا، بهذه الأسباب. ازدياد أعداد الإصابة بمرض السكري زاد من نسبة العناية بهذا المرض، خاصة وأنه يتسبب بأمراض أخرى نتائجها لا تحمد عقباها. طارق الغامدي، الإخبارية، الدمام. وينضم لي من الدمام الدكتور بندر الظفيري، رئيس قسم الأشعة والمشرف العام على الحملة. أهلا دكتور بندر. يا أهلا وسهلا، مساء الخير عليك. يعطيك العافية. على المشاهدين، نتكلم عن السكري في المملكة، نتكلم إذن عن أرقام كبيرة جداً، عن إحصائيات تخوف. حطنا في صورة السكري في المملكة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً المملكة العربية السعودية تعتبر من أعلى الدول على مستوى العالم في الإصابات، هي تحتل المرتبة الأولى عربياً أو شرق أوسطياً بنسبة 24% تقريباً من السكان مصابين بمرض السكر، أي ما يقارب ربع عدد السكان مصابين بمرض السكر، وهذه نسبة كبيرة جدا. صحيح. كما أن نسبة مضاعفات السكر بالنسبة للمصابين السعوديين، وخاصة مشاكل القدم السكرية، نادرا ما يلتفت لها أو ينبه لها بين هؤلاء المرضى المصابين. لذلك ارتأينا أن يعني نقوم بحملة توعوية نركز فيها على المضاعفات الخطيرة لمرض السكر، ومن أهم وأخطر مضاعفات مرض السكر هي القدم السكرية والغرغرينة لا سمح الله. هذا سؤالي دكتور بندر، أنه ليش خصصتوها عن القدم السكرية الحملة هذه؟ ايش الفكرة اللي من وراء الحملة هذه؟ لانه حملات في الواقع حملات السكر كثيره، التي يعني اللي يقوم فيها بعض الاخوان في داخليا وخارجيا، لكن داخليا راينا انه قليل جدا من الحملات يتطرق لموضوع القدم السكريه وكيفيه العنايه بالقدم السكريه، وما هي سبل الوقايه من الاصابه بالقدم السكريه، وما هي سبل العلاج المتاحه.
لأنه خلال السنوات العشر الماضية حصل طفرة هائلة بطرق العلاج المقدمة لمرضى القدم السكرية. طيب ممكن تحطنا يعني طرق العلاج أو أيضا نتكلم قبلها عن طرق المحافظة على قدم السكرية؟ نعم، هي طبعا من أهم طرق. احنا نعرف أن مرضى السكر أو القدم السكرية بالذات تصيب مرضى السكر على المدى البعيد، يعني بعد إصابة تقريبا أكثر من 15 أو 20 سنة من الإصابة بالسكر تبدأ تظهر مشاكل القدم السكرية لسببين رئيسيين اللي هما اعتلال العصب نتيجة للسكر ونقص تروية الدم في الأطراف. فالقدم السكرية تبدأ عادة بجرح صغير على سطح القدم قد لا ينتبه له المريض، خصوصا أن أغلب المرضى زي ما ذكرنا أنهم كبار في السن وعندهم مشاكل في البصر أيضا كمضاعفات للسكر، فأحيانا يحصل فيه جروح صغيرة في القدم لا يتم الانتباه لها، وبسبب الاعتلال العصب أيضا لا يشعر المريض بهذه التقرحات والجروح الصغيرة. فإذا لم يتم الانتباه لهذه الجروح في هذه المرحلة من الممكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة وتؤدي إلى مضاعفات القدم السكرية. طرق الوقاية طبعا بسيطة جدا، وهي العناية بالقدم. من أهم الأسباب هي عناية بالقدم، خصوصا لمريض السكر في نهاية اليوم مثلا، ممكن أنه أو أحد أقاربه أو أحد اللي معه في البيت مثلا الأولاد أو أحد منهم ينظر لسطح الرجل اللي هي بعيدة عن مرأة المريض نفسه، خصوصا مثلا قاع القدم عقب القدم من الخلف، أو في بعض المرضى يستخدمون مراية صغيرة يشوفون فيها الأماكن اللي هي بعيدة عن النظر. طبعاً نظافة الرجل، تنشيف ما بين الأصابع بالذات، جعل أو إضافة أو استخدام مرطبات للجلد، لأن دائماً مرضى السكر يعانون من مشاكل الفطريات ويكون الجلد لديهم ناشف. فهذه كلها أشياء يعني ممكن طيب تساعد على الوقاية، وأهم من ذلك كله طبعا طريقة تقليم الأظافر بطريقة صحيحة. ممتاز. طيب دكتور بندر، طيب الآن احنا نقول على المحافظة، في حال جرحت القدم السكرية كيف أنا ممكن أتعامل مع هذا الموضوع؟ نعم، طبعا أول خطوة لما تنجرح القدم السكرية المفروض على أي مريض في السكر أن يزور الطبيب، أقرب طبيب اللي هي عادة يكون المركز الصحي القريب من البيت. الآن ليست كل الجروح هي قدم سكرية، وليست كل الجروح صحيح تؤدي إلى غرغرينة وتؤدي إلى بتر لا سمح الله. بعض أو كثير من جروح المرضى السكر جروح بسيطة تتم التئامها وشفائها بشكل طبيعي، لكن احنا نتكلم عن الجروح التي لا تلتئم، خصوصا بعد تلقي العلاج المناسب بفترة مناسبة. مثلا إذا كان في تقرح أو جرح في القدم والمريض أخذ العلاج اللازم اللي هو عادة الضماد وتنظيف الجرح ومضادات حيوية لمدة أكثر من 6 أسابيع ولم يحسن تحسن أو الجرح هذا لم يلتئم، هنا لازم المريض يحول إلى اختصاصي في موضوع القدم السكرية أو في موضوع الأوعية الدموية بشكل عام، لأنه في الغالب يكون هناك مشكلة في الأوعية الدموية أو في التروية. طيب أخوي الدكتور بندر المطيري رئيس قسم الأشعة والمشرف العام على الحملة، شكرا لك، وتعجبني هالابتسامة، أهم شيء ما تزعل منه بس. هذا بارك الله فيك، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، شكرا لك. قضت المحكمة الجزائية حكماً بالسجن 2.5 شهر والجلد 50 جلدة مكررة 15 مرة على الشبان المتهمين بالتحرش بفتاتي كورنيش جدة، فيما قررت المحكمة حفظ الاتهام بحق الفتاتين، وقد اعترض المدعي العام على الحكم وطالب بتشديد العقوبة، في حين اعترض المتهمون ملتمسين تخفيفاً، حيث رفعت القضية إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم. المهم في هذا الموضوع انه تم الحكم في فتره وجيزه، واعلن الحكم عشان يكون رادع لكثير من اللي يفكرون بالتحرش ببنات الناس. كشفت مساعده مديره البرامج النسائيه باللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات عواطف الدريبي ان مديريه مكافحه المخدرات خلال العام الماضي ضبطت كميات من المخدرات قدرت قيمتها السوقية بنحو 34 مليون ريال،
في حين أكدت مسؤولة البرامج الوقائية باللجنة غالية حميد أن الأرقام المتوفرة لانتشار الإدمان خطيرة وتحتاج وقفات تربوية حازمة تبدأ من فترة المراهقة أو قبل. مضيفة أن الأرقام تشير إلى إدمان 5% من طلاب الجامعات الحكومية للمخدرات و 10% منهم يدخنون السجائر. كشف عضو مجلس الشورى اللواء ناصر العتيبي عن وجود 150 ألف مواطن ممنوعين من السفر بسبب مطالباتهم ب 50 ألف ريال فأكثر نتيجة المخالفات المرورية، مشيرا إلى ضرورة معايير مراجعة معايير أجهزة الرصد الآلي ساهر والمراجعة الدورية لها تفاديا للأخطاء بعد ما اعترض عدد من المواطنين والمقيمين على مخالفات سجلت بحقهم في مناطق لم يقوموا بزيارتها سابقا. خلونا نروح فاصل ونرجع من ثاني، لا تروحون بعيد. نتقصى الداخل، أوراق تتكشف وأجندة تحت المجهر. الخبر بدون قيود بملفات الخبير. همساية يأتيكم في الأوقات التالية. في واحد من المواقع الأمريكية ذكر أن الطبيب السعودي ضياء الحاج حسين استحدث طريقة لعلاج آلام الظهر والرقبة اللي كثير منا يعانون من هالموضوع، وتسهم هيسهم هذا العلاج في إزالة 90% ممن لديه آلام في الرقبة والكتف و 70% من آلام الظهر و 50% من آلام الركبتين من الجلسة الأولى باستخدام أشعة الليزر. أشار الموقع الأمريكي إلى أن الطب البديل أصبح حاضرا في معظم التخصصات، ونقل الموقع عن الطبيب السعودي أن هذه الطريقة بدأ استعمالها قبل سنتين وأن الكثير من الحالات تم معالجتها وشفيت تماما دون استعمال مسكنات، لافتا إلى أن هناك بعض الحالات تتراوح نسبتها ما بين 10 إلى 15% قد لا تستجيب للعلاج بهذه الطريقة. انضم لنا من جدة الدكتور ضياء الحاج حسين استشاري الأمراض الروماتيزمية. أهلا يا دكتور، حياك الله. أهلا وسهلا فيكم ويسعدني هذا اللقاء. يا سيدي شرفتنا، وبعدين احنا نبغى نعرف يعني تعطينا فكرة العلاج بالليزر، الفكرة عموما واللي قاعدين يعانون منها كثير من شيباننا، اللي انت شباب ما لك دخل بالشيبان يعني أكيد. شيبان وشباب وأولاد صغار حتى يعني للأسف الآن الجلسات الصحية ما عاد خلت يعني الجلسات الخاطئة جلوس بشكل متكئ بشكل غير صحي أصبح للأسف هو من الأسباب الرئيسية للآلام عندنا. صحيح. فطبعا احنا ما ننكر الطب الحديث سبحان الله له نعمة كبيرة علينا وأنقذ الملايين بفضل الله، ولكن بعض الأمراض يعني تستعصى عليه، يعني لذلك بعض الأطباء يقول لك صراحة ما في أمل بالعلاج لمرض مثلا من الأمراض، يقول لك خلص حتموت بعد فترة أو تنشل أو كذا. فبعض المرضى مساكين صار عندهم إحباط وصار عندهم ما فهنا لذلك الناس الآن للأسف كثير من المرضى نتيجة لهذا المفهوم عند بعض الناس انه ما في علاج، وما تعرف انت ما انزل الله داء الا انزله شفاء. صحيح.
فالطب البديل الآن اتجهوا للناس للهروب من التأثيرات الجانبية المسكنات. يعني تصور أنه حوالي 107 آلاف واحد يدخل مستشفى بسبب أذية معوية أو معدية في الولايات المتحدة كل سنة. تقريبا 17 ألف واحد يموت سنويا من هذه من هذا 107 آلاف شخص، كله سببه المسكنات. يقول لك أخطر شيء على الكلى بعد المرض السكري هي المسكنات. فإحنا نحاول، أنا يعني فكرت ليش ما المريض يأخذ مشكلة يأخذ مسكن مؤقت ينتهي الألم يرجع بعد 24 ساعة يأخذ مسكن، طيب إلى متى؟ صحيح. فسبحان الله حاولت أفكر بطريقة للتخفيف على الآلام. واحد يتذكر الحديث صلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من إدخال السرور على المسلم. فحاولت أنه أجمع عدة طرق مع بعض. أيوة. طبعا كما تعرفوا أنه الآن الإبر الصينية هي هدفها تحفيز الجسم أنه يفرز أشياء طبيعية مسكن الآلام مضاد الالتهاب. فأنا حاولت أجمع بين الليزر والإبر الصينية والرفلكسولوجيا اللي يسموه طب المنعكسات والعلاج بالضغط. فبدل ما المريض يروح ويجي، يعني أنا ما شاء الله يجوني مرضى من دول الخليج ويجوني مرضى أحيانا من أمريكا ومن كندا ومن بريطانيا. فالآن صار عندي الحمد لله في بريطانيا عيادة كل شهر أروح أشو يعني أخفف على المرضى اللي يقطعوا مسافات. فقلت أنا المشكلة بعض، إذا تعرف أنه الطب الصيني الجلسات العلاج الطبيعي يحتاج المريض من 6 إلى 12 جلسة. فأنا حاولت ألخص يعني الجلسات بدل ما المريض مثلا، أنا شفت بعض الأطباء يقولك بعض المعالجين يقولك تحتاج مثلا 6 جلسات أو 12 جلسة إبر صينية. بعدين أسأل المريض طيب ما تحسنت؟ قال والله ساويت 7-5 جلسات. ما طيب حط لك النقاط هذه يقول لي لا هذه ما حط لي إلا بالجلسة السابعة والثامنة، على أساس لأنه لو حطت الجلسة الأولى المريض تحسن خلاص ما يجي ثاني مرة. فلذلك للأسف صار يعني قسم الآن وقسم بعدين. فأنا حاولت أنه المريض بجلسة واحدة بإذن الله. طبعا هذا الليزر اللي نستعمله هو ليزر ليس له تأثيرات جانبية، الـ FDA عام 2002 أثبتوا أنه ما له أي تأثيرات جانبية. طبعا ما يساوي تسخين موضعي ولا يساوي ضرر للأعضاء اللي يستعمل لها. طبعا هذا إيش هدفه؟ هو تحفيز الجسم أنه يفرز الإندورفين. الاندورفين طيب. هو من المواد مسكن الآلام، وكذلك السيروتونين المرخي للعضلات، وكذلك مواد تنشط الجهاز المناعي. طبعا طيب. نحاول زي ما ذكرت انه بجلسه واحده باذن الله المريض يتحسن. ايوه هنا خلينا نوقف، يعني نقدر نقول انه في علاج جديد من في خلال جلسه واحده، انه الطبيب او الطبيب يعالج هذا المريض باذن الله من جلسه واحده فقط بالليزر، صح؟ هو نقدر ما نقول مون الجلسة الواحدة صحيح أنه يحس بفرق كبير، ولكن قد يحتاج بعض عدة جلسات. يعني بعض المرضى ما شاء الله من جلسة واحدة تفرق معاهم، بعض المرضى طيب. يعني حوالي يقولك يحتاج جلسة ثانية. طيب دكتور إذا أنت طيب. إحنا نتكلم على آلام الرقبة والظهر، هل هذه أيضا كلامك هذا دكتور ينسحب على الديسك؟ طبعا الديسك عندنا شيئين بالنسبه للديسك. للديسك طبعا في انواع، الديسك الخفيف اللي ما يعني اللي ما يعني تطور، طبعا يحتاج الجراحه اذا وصل للدرجه اللي المريض ما يتحرك او عنده سقوط قدم او يعني في المراحل الاخيره. ولكن اذا كان في المراحل الاولى او في المراحل باذن الله عن طريق الجلسات الليزر اضافه للكايروبراكتيك. كايروبراكتيك هذا هو عباره عن شد الفقرات. طيب فهو الآن الهدف من الليزر هو تخفيف الآلام وإرخاء العضلات المشدودة، وليس أنه سحب الفقرات أو شيء. طيب دكتور في كلام أنا أثارني بصراحة، الموقع الأمريكي أشار إلى أن الطب البديل أصبح حاضرا في معظم التخصصات، هل العلاج بالليزر طب بديل؟ نعم ليش اسمه طب بديل؟ لأنه اعتبر أنه في أماكن الإبر الصينية، فهو يجمع بين الطب الحديث والطب الصيني. يعني على اساس انه الاجهزه صحيح حديثه، ولكن تستعمل الطب البديل. الطب البديل اللي هو غير المسكنات والعلاجات. طيب. فاحنا ما نسميه طب بديل، ممكن نسميه طب مكمل او تكميلي، على اساس انه نستعمل الطب الحديث في اشياء والطب المكمل في اشياء يعجز عنها بعض الاحيان الطب الحديث، فنستبدل بالطب. طيب المكمل. كلام بصراحه جميل، والاهم من هذا انه كيف اذا في واحد يعني عنده معاناه كيف يقدر يوصل لك؟
طبعا عندي موقع drdia.com drdia.com، ففي الحمد لله المواعيد عندنا عن طريق الانترنت، ممكن واحد او يتصل تليفون على العياده في جده. فالله يحيي، مجرد ما كتب دكتور ضياء في الموقع، الحمد لله انا كان عندي محاضره مركز الدكتور ضياء للروماتيزم، لانه مهم جدا هالموضوع صراحه، ليس تسويقا ولكن مهم جدا، لانه في ناس عندها المعاناه سواء من 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 كبار السن او حتى على قولك من الشباب. خلينا نروح الجانب ثاني، ايش اللي ممكن ياثر على الرقبه والام الظهر؟ ايش الجلسات الخاطئه اللي احنا قاعدين نستخدمها؟ نزله الجوال هذه اللي قاعدين نسويها الان، او نوماتنا الخاطئه، ايش اللي ممكن ننصح فيه الناس في هالجانب؟ ايوه صراحه انا ليش يجوني صغار السن، لانه مشكله استعمال الجوال في هذه الطريقه، يعني حوالي 90 درجه ممكن يضغط على العمود الفقري حوالي 17 الى 20 كيلو. تصور انت حامل فوق راسك حوالي 20 كيلو، مجرد ما سويت الضغطة هذه 90 درجة مشان تمسك الجوال، فهذه تسهل فيها كثير من الناس. فالواحد مفروض ممكن يمسك الجوال بهذه الطريقة، أو الجلسات اللي كذا هذه، أو الجلسات هذه، جلسات الاستراحة لها تأثير جدا على فهذه كثير للأسف أنه يخطأ الناس في هذا الموضوع. والحمد لله أنه موضوع الطب التكميلي أصبح الآن في المملكة بدأ يأخذ حيز من وزارة الصحة، يعني ما شاء الله الآن طبعا بدأوا بالإبر الصينية، الآن الحمد لله قريبا إن شاء الله حنفتح حجامة يبدأ. طيب. وسمحوا بدأ فتح الحجامة، طبعا مسموحة بمكة والرياض من زمان، ولكن جدا الحمد لله على وشك، يعني بإذن الله تفتح. عندي واحد من الشباب يا دكتور، هذه الحجامة من وسائل الطب البديل. أي طيب دكتور، عندي واحد هنا من الشباب عنده مشكلة مع الأبهر، أنتوا تدخلون في هذا الجانب ولا لا؟ اي نعم، هذا من ضمن الام الكتف في الابهر. يعني باذن الله علاجه، يعني احيانا بالمريض مسكين يجي ما يستطيع. أيوة. يرفع كتفه لا. أيوة. ولا يرجعه لورا، فهذا باذن الله يستفيد كثير باذن الله. طيب دكتور، خلينا نروح الجانب شوي، يعني ممكن يعني يكون الناس كلها تسال عنه، اسعار العلاج غاليه، ادخل السرور على قلوبهم يا دكتور. والله هو المريض مثل مشكلة والله صراحة المريض، تعرف أنت الآن لو سألتك، أنا قلت لك مثلا تروح ستة إلى تجيني ستة إلى مثلا 12 مرة ولا تجيني مرة واحدة، أنت إيش تختار؟ بلا مرة واحدة أكيد طبعا. فأنت مثل كأنه مثلا واحد يدفع بالتقسيط ولا يدفع كاش. بالكاش. فالهدف أنا بقدر ما أستطيع. أي. بقدر ما أستطيع أنه أنا أخليها بجلسة أو جلستين. صراحة يجونا ناس برا. صحيح. ما يستطيعوا يحجزوا فندق مثلا أسبوع أو 10 أيام. بالطبع. ويتركوا أعمالهم، فالمريض قد يشعرها بغالي، وإحنا تعرف بشارع التحلية هذا من أغلى شوارع جدة، فيعني هذا كمان الواحد ينظرها بعين الاعتبار. يا سيدي الله يوفقك يا دكتور، أنا سعيد جدا بوجودك، سعيد جدا بهالاكتشاف. شباب كثير أظن بيجون يراجعونكم، لازم تسوي لهم خصم عشان جايينك من الإخبارية. الدكتور ضياء الحاج حسين استشاري الأمراض. لا بس يقولون جاينا من الإخبارية ولا يهمك إن شاء الله. تسلم يا سيدي، شكرا لك دكتور ضياء الحاج حسين، يعطيك العافية. تعلن اللجنة العامة للانتخابات الجدول أو الجداول النهائية للناخبين في جميع المراكز والمقار الانتخابية. أوضحت اللجنة التنفيذية للانتخابات أنه بإمكان الناخبين مراجعة المراكز الانتخابية خلال الأيام الثلاثة المقبلة للتأكد من صحة بياناتهم ومعلوماتهم، وللمراجعة وأيضا التصحيح أو الدخول إلى موقع انتخاب، حيث سيتم تصويت الناخبين في يوم الاقتراع بموجب جداول الناخبين التي ستنشر الثلاثاء. كان في زعل كبير الفترة الماضية بين ملاك الإبل ووزير الصحة، لكن وزير الصحة أكد، الدكتور خالد الفالح أكد عدم وجود حرب على ملاك الإبل ونفى حصول إعدام لقطعانها. أضاف وزير الصحة أنه لا يزال يأكل لحم الإبل ويشرب حليبها. حديث الفالح جاء في مؤتمر صحفي في الرياض عقب توقيع اتفاقية بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووزارتي الصحة والزراعة لدعم إجراء البحوث المتعلقة بفيروس كورونا، ونفى المسؤولين أن يكون التحالف البحثي هذا هو الوحيد منذ اكتشاف كورونا، مبينين أن هناك 400 بحث إلا أنهم عدوها غير كافية.
يعني اللي كانوا زعلانين على وزير الصحة الحين يغيرون المقاطع ويقولون كلام كلام جيد، وبعدين على حليب الخلفات وايضا لحم الابل. بالعافيه معي الوزير. احتفى المسؤولين والقائمين على مشروع قطار الرياض بمشاركه رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي بوصول اله الحفر العميقه جزله الى محطتها الاولى على المسار البرتقالي للقطار بعد الانتهاء من حفر نفق يبلغ طوله 1200 متر تحت الارض. الحمد لله على سلامة جزلة، ننتظر الجزلات الجاية إن شاء الله. خلنا نروح فاصل ونرجع. نبراس هو مشروع وطني للوقاية من المخدرات يرتكز على البرامج التالية: برنامج التعليم الموجه للبيئة المدرسية والجامعية، برنامج الأسرة والطفل، برنامج نجوم نبراس الرياضي، برنامج الإعلام والإعلام الحديث، برنامج الأبحاث، برنامج شبكة العالمية المعلوماتية عن المخدرات، برنامج المرصد السعودي لمكافحة المخدرات، والمركز الوطني لاستشارات الإدمان. نبراس نحو مجتمع واع ووطن يكافح المخدرات. همساي نتقصى الداخل، أوراق تتكشف وأجندة تحت المجهر. الخبر بدون قيود بملفات الخبير. همساي يأتيكم في الأوقات التالية. نروح للشيف هاني زين اللي أطلق مبادرة وطنية تهدف إلى ترغيب الشباب والبنات في الانضمام إلى مهنة الطهي عبر المشاركة في برامج تدريبية وورش عمل غير ربحية من شأنها تعزيز قدرات قطاع السياحة إلى جانب ممارسة أنشطة الضيافة والسياحة في أكبر المطاعم. أوضح الشيف هاني أن مبادرته اللي أطلق عليها اسم أرتستيك ستعمل على توفير آلاف الفرص الوظيفية، لافتاً إلى أن هدفهم الأساسي هو نشر ثقافة الغذاء وتسليط الضوء على مهنة واعدة لتطوير وإنماء قطاعي صناعة الغذاء والضيافة والسياحة والاستثمار في الإنسان السعودي. عشان كذا معاي من جدة الشيف هاني محمد الزين. اهلا يا شيف. اهلا وسهلا سيدي. الشغله زينه زيك يا زين ولا لا؟ ان شاء الله ان شاء الله كل شيء زين يا رب. طيب انا ابغاك تكلمني اول شيء على المبادره، وبعدين نبغى نتكلم على الموضوع بتوسع، لكن حكيني عن المبادره هذه، كيف جت فكرتها؟ ايش اللي بيصير لما تنجح المبادره؟ إن شاء الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعاً المبادرة هذه بدأت تقريباً أفكارها من 2008 مع زوجتي الشيف فيفيان فييرا، وبديناها عن طريق مشروع. إحنا افتتحنا مطعم مبسط عن المأكولات البرازيلية، كان أول مطعم تقريباً يفتح في جدة بالطريقة هذه. زوجتك برازيلية؟ واجهنا شوية صعوبات في إيجاد العمالة اللي نعم زوجتي برازيلية. بس عايشة في المملكة لها أكثر من 25 سنة، فبالتالي هي سعودية أكثر مني صراحة. الله يجمعكم على خير. طيب كمل يا سيدي، تقول الصعوبات إيش؟ آمين يا رب.
كان في صعوبات في إيجاد اليد العاملة المثقفة اللي عندها الخلفية العلمية بجانب القوة المهارية. إنك أنت تفتح مجال تجاري سواء مطعم أو فندق أو أي مجال متعلق بصناعة الأغذية والمشروبات والضيافة والسياحة تحتاج أيدي عاملة بشكل قوي ومهيئة مهنيا، أو خلينا نقول مؤهلة مهنيا إنها تؤدي العمل بشكل الصحيح. واجهتنا المشكلة هذه بشكل قوي، فتحنا انتقلنا من مكان إلى مكان، كبر المطعم، حاولنا نجيد عمالة يعني سعودية محترفة لكن كان ينقصها الصبر شويتين. السبب وجدناه انه ما هو انه الشاب السعودي ما عنده الخبرة او ما عنده الصبر او انه هو ما يبغى يشتغل في مهن اليد فيها هي العامل المهم او العقلية والعلم والثقافة. الفكرة انه هو ينقص شوية معلومات، ينقص شوية ثقافة عن المهنة الجديدة اللي هو بيخشها. من هنا انضم لنا الشيف محمد عز، انضم الشيف سلطان المغير، انضم كمان معنا الشيف محمود خليل، الشيف توماس جوجلر اللي هو الدايركتور تبع المنظمة العالمية للطهاة في آسيا وأفريقيا والباسيفيك. انضموا لنا مجموعة طهاة جدا أقوياء، الآن نحن تقريبا 20 مدرب و300 طاهي آخر، أكثر من 3500 متدرب من السيدات بشكل قوي عند زوجتي فيفيان. عندنا إحنا شباب يمكن في 300 متدرب سواء كانوا عن دورات مباشرة أو أونلاين. جولاتنا خلينا نقول أو البرامج هذه نشأت على أساس أنه إحنا عندنا المقدرة، عندنا الخبرة طوال ال 15 أو 10 سنين اللي راحت في هذا المجال، نبغى نمرر الخبرة هذه. طيب. الخبرة هذه من قانون أو تمرير الخبرة هذا قانون من قوانين الجمعية السعودية أو الجمعية العالمية للطهاة. طيب أنا عندي مشكلة أنه أنت يعني لو أنت طاهي كويس كان نلقاك سمين، بس واضح أنك أنت يعني طاهي جيد لكن ما أنت بذاك الزود لأنه ما أنت سمين يعني إلى الآن، فلازم تشوف لك دبرة في الموضوع هذا. والله شوف الحمد لله هذه نعمة من ربي. طيب يا سيدي شوف أنا عندي ميتابوليزم عالي بس جيد الحمد لله جاء في مصلحتي. طيب بما أن زوجتك، خلينا نطلع من الجانب هذا شوي، أنا مرة معجبني الموضوع هذا، يعني زوجتك برازيلية يعني حتخلفون صبيان بيصيرون تجار زيك أنت وياها ولا بيصيرون يلعبون كورة؟ لازم نشوف شو الوضع. والله شوف أنا عندي بنتين الآن وبنتيني ملازمين أمهم في الدورات وفي المطبخ أجل أمور طيبة، فالله أعلم هم حياخذوا الإيحاء. طيب الصور اللي أنتوا اللي حصلنا عليها من عندكم إنه في طهاة أولاد وفي أيضا بنات وأعمار يعني شباب، يعني في إقبال على هالشغلة الفترة هذه يا هاني؟ جدا. أنا لو أجريت معاك الحوار هذا قبل 3 سنوات من الآن كان حتلاقيني متشائم جدا أو سوداوي. خلال 3 سنوات الأخيرة صدقني أنه تغيرت الأمور بشكل جدا قوي. الناس الآن أو خلينا نقول الشباب اللي منفتحين على سوق العمل الجديد هذا اللي بيتعلق بالصناعة الأغذية والمشروبات والضيافة والسياحة صار أكثر وعي، صار أكثر ثقافة، صار أكثر علما، صار أكثر مقدرة على أنه يبذل جهد أعلى مما هو متوقع عشان يثبت وجوده في المحيط التنافسي العالي ما بين خلينا نقول أصحاب الخبرات من أخواننا من الجاليات اللي بتشتغل في هذا المجال اللي ما بيبخلوا أنا متأكد علينا بأي شيء من أنهم طيب. يمرروا الخبرة هذه الشباب خليني أقول الشابات أكثر من الشباب لكن طيب. الشباب جيد. أنت يعني. عندك في المطعم أنت عندك صاير سلسلة مطاعم صح ولا لا؟ الآن تحولنا إلى مجموعة تدريبية أكثر من إنها مطعم يعني. طيب المطعم اللي عندك اللي يشتغلون فيه سعوديين؟ نعم هم متوزعين، إحنا ما حنقول متنوعين قصدي يعني طيب. ما حتقول إنه 100% الآن السعوديين لكن نعم. طيب يقال يعني والعلم يعني أنت بتعطينا العلم الحين الأكيد إنه مهنة الطهي هذه اللي يدخلها ما عاد يطلع منها فيها صحيح. مبالغ مادية كويسة وفيها تقدير وفيها محبة من الناس ها؟ والله تبغى شوف أنا ما أبغى أبالغ وأقول زي الناس اللي بتبالغ بشكل الأحلام ايه؟ على مقدار الجهد على مقدار الأشياء اللي أنت حتجنيها كمهنة واعية اسمها طاهي الباب مفتوح على مصراعي والأرض خضراء إنه الناس تحصد في هذا المجال أو هذه المهنة بشكل جدا قوي فقط الشغف والدافع في شغف وفي دافع أنا متأكد أنك حتجني أموال إحنا بنقيم الأشياء هذه بشكل غير ربحي
لانه فعلا انه هي قادره انه تجني لنا احنا بما نستطيع ان احنا نمول هذه الدورات، وبالتالي كمان انه ننمي حركه ارتستيك بشكل جدا قوي. طيب يا سيدي، مجالها قوي في مهنيا علميا ثقافيا اجتماعيا واقتصاديا كمان. طيب اذا نتكلم على الميداليه اللي ماخذها انت في 2011، نزل ورقه اشوفها، ارفعها شوي خلنا الناس تشوفها. نعم. ايش الميداليه هذه؟ هذه ميدالية في مسابقة أوريكل اللي تقام في الرياض، أول مرة أنشئت عام 2011. شاركنا فريق أرتستيك، كنا 3 أشخاص، سلطان المغير وهاني زين ومحمد عز. حصلنا على ميداليات متنوعة، هذه واحدة منها، يعني ما بين الذهبية والبرونزية. كانت في اللايف كوكينج أو الطهي المباشر، قدمنا طبق محلي بس حافظنا على النكهة وحافظنا على الأسلوب الطهي اللي تعلمناه من أجدادنا وأهالينا، لكن في نفس الوقت قدمناه بإسلوب احترافي جديد فنال إعجاب الحكام الحمد لله. طيب كيفك مع الطبخ السعودي الطبخ السعودي الشعبي، كيفك معه؟ هذا من أكبر المهام اللي عندنا إحنا في أرتستيك. بما أننا إحنا أبناء البلد، بما أنه إحنا تربينا بين أهالينا وبين مجتمعنا ونعرف تقاليدنا بشكل صحيح، الآن مهمتنا أنه نوثق الوصفات هذه، وهذا الشيء بنشتغل عليه. عندنا قوة؟ إيوه عندنا قوة. طيب يا سيدي، إيش ممكن تقول الشباب والشابات اللي أحياناً يحجم لأنه خجلان من الشغلة، أو يعني إيش ممكن نقدر نقول بحيث أنه يعني نقول له تعال خليك مع الشيف هاني؟ والله أول شيء لازم يعرفوا أن احنا بنرحب بيهم بقوة، ولازم يعرفوا أن احنا حنسقيهم الخبرات تبعنا وحنسقيهم العلم اللي نظن أنه هو مناسب ليهم عشان يخرجوا لسوق العمل مهيئين بشكل حقيقي. ولا رجل أعمال أو جهة حكومية أو جهة خاصة تقدر أنها تقول أن هؤلاء الناس ما تدربوا في مدرسة أو كلية قوية للطهي، أو إنهم فقط تخرجوا من ضمن برامج بسيطة. إحنا حنعطي الإيحاء الأكاديمي أو المعلومات الأكاديمية، طيب. حنعطي التدريبات المخصصة بشكل قوي. إحنا حنكون سند إنك أنت تكون قوي على أرض الواقع. توجه طيب. لنا، إحنا موجودين في أي مكان تقدر تلاقينا أرتستيك في أنحاء المملكة صراحة. طيب أخوي الزين هاني محمد الزين الشيف اللي إن شاء الله يكون عالمي، واللي إن شاء الله بينتج لنا شباب يشتغلون هالشغله كويسه وفتيات ايضا، شكرا لك، تشرفت بوجودك، تشرفت بالحديث معك، واتمنى اكل من ايدك قريبا يا سيدي. شكرا. شكرا يا سيدي، وتشرفنا ان شاء الله. طيب تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه أثناء زيارته لمستشاره الخاص سابقا وكيل إمارة منطقة الرياض السابق عبدالله البليهد اللي يرقد حاليا بالمستشفى التخصصي بالرياض شفاه الله. وأظهرت الصور للملك سلمان وهو يدخل مبتسما على سرير البليهد بغرفته بالمستشفى ويبادلها الحديث في ود ووفاء ظاهرين. وكان البليهد قد شغل منصب المستشار الخاص للملك سلمان بن عبد العزيز حين كان أميراً لمنطقة الرياض عام 1426 بأمر ملكي. دشنت مجموعة من طالبات جامعتي الملك عبد العزيز بجدة وأم القرى حملة لمقاطعة كافيتريات الجامعتين، وذلك احتجاجاً على جودة الطعام والخدمات المقدمة لهم فيها، وأيضاً عدم التزام الكافيتريات بالنظافة فضلاً عن ارتفاع أسعار الوجبات، حيث أطلقوا الطالبات هاشتاغ بعنوان مقاطعة أكل جامعة الملك عبد العزيز وآخر لجامعة أم القرى، ودعت الطالبات المسؤولين والجهات المختصة للتدخل لمعالجة الأمر. يا رب يعالجوه. نظمت إدارة سجن المباحث العامة بالدمام حفل زفاف لأحد الموقوفين بالقضايا الأمنية بحضور ذوي العروسين، وتكفلت خلال إدارة السجن بتوفير كافة ترتيبات الاحتفال. شهد الحفل إعداد ولائم وضيافة وكل ما يحتاجه الحفل، إلى جانب تجهيز القاعة بديكورات خاصة لمراسم الزواج. وبنهاية الحفل قدمت الإدارة هدية مالية للزوجين مقدمة من ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف. صراحة تعامل إنساني راقي جدا لشخص أخطأ في يوم ما. إلى رياضة المشي الجبلي اللي يسمونها
الهايكينج رياضة ممتعة وتتطلب لياقة بدنية جيدة، وتساعد الرياضي على تجاوز وعورة الطريق وتضاريس الجبال، كما تساعد هذه الرياضة على التأمل والمغامرة. أيمن الزهراني رافق فريق الهايكينج خلال رحلتهم في جبال العمارية وطلع معهم وجاب لنا هالتقرير. حينما نرمز للقمة فإننا نقصد بذلك الانتصار والنجاح، الاكتشاف وجمال الطبيعة، القوة والعزم والإصرار، كلها مقومات مهمة لرياضة الهايكينج التي تعتبر من الرياضات الممتعة الناشئة والتي نفتقدها بسبب انغماسنا في المدينة والانشغال عن جمال تلك الطبيعة التي ننتمي لها. مبادرات شخصية لرجال أحبوا وطنهم وجماله فكونوا مجموعة هايكينج السعودية، وقد زاروا أكثر من مكان في المملكة الحبيبة إلى قلوبنا وشاهدوا جمال تلك الطبيعة البكر التي لم يراها أحد قط ولا تستطيع الوصول لها إلا برياضة الهايكينج. هذه المرة كانت في منطقة الرياض بجبال عمارية التي تبهر الناظرين بتشققاتها التي بناها الزمن. كانت تجربتي الأولى وقد أعجبت بها كثيرا. ترى الجبال هذه والساحات هذه الشاهقة والأشياء اللي تشوفونها من أجمل ما يمكن، يجونها من أمريكا ومن أوروبا عشان يشوفون هذا الشيء اللي موجود عندنا، وإحنا ساكنين جنبها وما نشوفها. التاريخ غير التاريخ، نعم التاريخ الآن طبعا المكان هذا ما فيه يعني هدف تاريخي، فيه مناطق نزورها زي قيس وليلى، ما أدري من راح فيها بالشباب، زرناها جميلة جدا، في جبل الشمالات في القويعية مريناه برضه وكان لها أثر، المناطق الجنوبية فيه مناطق لها تاريخ وأثار، فيه قلاع تشوفها وتعرف على 1500 سنة، على 1200 سنة، على 1000 سنة، يعني جميلة جدا أنك تعرف الحضارات اللي موجودة فيها، فيه حضارات مندثرة قديمة قبل الإسلام موجودة، وفيها جبال وفيها مباني وفيه تحت الأرض وفيه فوق الأرض، هذه نتمنى استكشافها إحنا كمواطنين نستمتع فيها، الأرض اللي أنت تمشي عليها انتماء لها، يعني هذا هو الانتماء الحقيقي، يعني أنا الشبر اللي أنا أمشي عليه الآن يستحق أني أحميه في يوم من الأيام، لأن هذا ملكي، هذا مكاني. طبعا فكرتنا في الهايكينج اللي هي الخروج، أنا أسميه اللي هو صندوق النادي الرياضي. طبعا في النادي الرياضي طبعا هناك تدريبات مناسبة للجميع في النادي الرياضي، ولكن تبقى داخل الجدران الصامتة والمغلقة. في الهايكينج تتمرن أو تتدرب بمحاكاة الطبيعة، وتشعر بأنك خارج عن جو المبنى الذي يكون دائما، يعني في الأندية الرياضية تكون تتعامل مع أجهزة جامدة وأدوات رياضية، ولكن في الهايكينج تنطلق في الطبيعة وتمشي لمسافات ولا تشعر بالمجهود الرياضي. هذه طبعا مخصصة للهايكينج، مو أي عصا، في بعض الناس يقول أنا أخذ عصا عادية، لا، هذه العصا وقت الرمل ما راح تغرز في الأماكن اللي هي طبعا رملية تمنعها الأداة هذه. في المناطق الجبلية برضو لها أماكن تعتبر يعني برضو تحافظ على التوازن، وفي في في أوقات المشي أو أوقات المساعدة. الأشخاص الذين شاركوا لأول مرة كانت ردود أفعالهم إيجابية، وبالتأكيد سيكررون تلك التجربة الجميلة. والله تجربة طيبة صراحة، ممتاز جدا، أول مرة أمارس الرياضة هذه، كانت جميلة جدا صراحة بكل مقاييس بالنسبة لي أنا. يعني يشعر بالسعادة والغبطة للحياة الجديدة التي يعيشها. نشوف ما شاء الله تبارك الله، يعني هم ناس بكبر منك 20 سنة وعندهم اللياقة، يعني ما شاء الله تبارك الله. رياضة الهايكينج من الرياضات الرائعة في المملكة العربية السعودية التي تعتمد على الصبر واللياقة والعزيمة. أيمن الزهراني، الإخبارية، الرياض. هايكينج. يا ريت تكون لياقة أيمن بعد كويسة أكثر الفترة الجاية. شكرا لكم، شكرا لطيب المتابعة، ننتظر منكم التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهر أمامكم على الشاشة. نشوفكم على خير، يمكننا من الأحياء بإذن الله. مع السلامة.